بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز ابدا معاكم النهارده. قبل ما اتكلم على الفيجوال جي اف اكس، عايز بس اشوف المقاله بتاعه الشهر ده، علشان في شويه حاجات فيها ممكن ان احنا نبدا بيها كبدايه، نتعرف بيها على هنا مقدمه جافا. جافا فين؟ ليه جافا هي رقم واحد في التوب 10؟ اي لينك من دول زي ما حضرتك شايفين، لو وقفت عليه كده وعملت اوبن لينك النيو تاب، هيفتح لحضرتك السورس او اي ريفرنس انا حابب ان انا اكون احطه لحضرتك. زي هنا مثلا continue with site، ادي السورس بتاع التوب 10 programming languages، وبقول ليه هم اختاروا الجافا. كلمة API هو عبارة عن جسر ما بين سيستمين. هنا في example كويس عن الفيسبوك، حاجة هنا فوائد استخدام الـ APIs. نيجي هنا بقى للجزء اللي احنا نبدأ نركز فيه شوية. العملية التجارة هي عبارة عن مدخلات، هي عملية زي أي عملية، سواء صناعية خدمية. الـ trading process أو عملية ليها مدخلات، حضرتك عندك منطق معين في دماغك بتحاول تطبقه، في مخرجات بتطلع بعد تطبيق المنطق ده. طيب ده الاركيتكتشر بتاع دوكس كوبي جي اف اكس، مبني طبعا على الفيكس اي بي اي. الفيكس ده اللي هو الفاينانشال انفورميشن اكستشينج، ده بروتوكول للتعامل ما بين الاسواق الماليه عموما. اي حد، اي بروكر، اي ليكويديتي بروفايدر. ليكويديتي بروفايدر يعني بيوفر سيوله. اي حد من الناس ديت عشان يقدروا السيستمز دي تتعامل مع بعض، كان في بروتوكول لازم يتعمل. البروتوكول ده اسمه الفيكس بروتوكول. الكرنت فيرجن منه هو 4.4. وصلنا النهارده في البيتا بتاعت الفايف مانث. نبدا هنا بقى من اول، هنا الجزء اللي يبدا. قعدنا كده كمجموعه تجار وقلنا نعمل برين ستورمنج او قطع زناد الفكر حسب الترجمه بتاعته بالعربي. لقينا ان هي دي الاكتيفيتيز او الانشطه اللي اي تاجر بيعملها. ناخدهم من الشمال لليمين. تشيك ماركت برايسز، بتراجع اسعار السوق. اكزكيوت اوردر اور بوزيشن، بتنفذ اوردر او بوزيشن. الفرق ما بين الاوردر والبوزيشن ان الاوردر بيستنى لحظه معينه ان هو يت تريجرد، او يعني السعر يوصل للاوردر اللي انت حاطه. اول ما بيلمس الكلام ده الاوردر بيتحول لبوزيشن وتبدا تحاسب عليه. بعد كده هنا عندي analyze market with indicators، تحليل السوق بمؤشرات. apply my devilish trading strategy، تطبيق الاستراتيجيه التجاره بتاعتي الجهنميه. يا اما بعمل draw my lines channels triangles، برسم خطوطي وقنواتي ومثلثاتي وكل الكلام ده. log into my trading system، الدخول اصلا للنظام بتاعي. I check my account information، او مراجعه البيانات الحساب بتاعي. فاضل لي قد ايه margin، ال use of leverage عامل ازاي، margin call فاضل له قد ايه، وهكذا. واخر حاجه بعملها ريكورد كي برايس ليفلز اند فوليوم. زي ما انتم شايفين الاكتيفيتيز دي كده متبعتره، عايزين نرتبهم. الخطوه اللي بعد كده هنعمل عمليه ترتيب. هنرتبهم مدخلات، العمليه، مخرجات. زي ما انتم شايفين لوج ان تو ماي تريدنج سيستم. قبل ما نتكلم في اي حاجه في القصه دي كلها، اول حاجه محتاجه ان لازم تخش السيستم ده الاول. طيب ايه المدخلات بتاعتي في عمليه التجاره؟ خلي بالكم انا بنرتب دلوقتي الاكتيفيتيز دي بيست على الرسمه دي. انبوتس، ادي عمليه التجاره بتاعتي، ادي الاوتبوتس او المخرجات. طيب المدخلات بتاعتي قبل ما اعمل عمليه اي تجاره، هنحط هنا تشيك ماي اكونت انفورميشن، او مراجعه معلومات الحساب بتاعي. مدخلات، ببص على التشارتس، بشوف الاسعار فين، قريب من سبورت اند ريزيستنس، ايه اللي بيحصل. فهنا تشيك ماركت برايسز. طيب العمليه التجاريه بقى اللي انا بعمل ايه؟ انا بعمل انالايز، بحلل الماركت with indicators بالمؤشرات بتاعتي انا.
وبطبق اي استراتيجية تجارة موجودة في دماغي. دي العملية. العملية دي بيطلع منها مخرجات. المخرجات دي يا اما انفذ اوردر او بليس اوردر او بوزيشن، يا اما بعمل ريكوردينج بسجل كي برايس ليفلز في الماركت، لو كي برايس ليفلز او مستويات معينه من السعر انت بتحب ان انت تراجعها وتسجلها هي، ونفس الكلام بالنسبه للفوليومز، او برسم. دي كلها مخرجات، حاجه بتطلع تطلع بيطلع اوردر، بسجل حاجه، برسم حاجه، كل دي مخرجات. ودي العمليه وادي الانبوتس. كده احنا رتبنا العمليه التجاريه اللي كانت متبعترة في السلايد اللي قبل ده. نبدأ نبص بقى كده على الـ JFX والـ Visual JFX. الـ JFX شغال على الجافا، نفس اللي انت شفته قبل كده اللي احنا شفناه فوق. بوري حضرتك ايه اللي انت تقدر تعمله بالـ Visual JFX، وايه اللي انت محتاج الـ JFX عشان تعمله. زي ما انتم شايفين انا رقمت بقى هنا خطوة رقم 1 2 دي 2 برضو البروسيس ما رقمتهاش، هنا 3 و4 و5. فيجوال جي اف اكس تقدر تعمل لك كل حاجه غير حته هنا معينه في السوق او في مراجعه اسعار السوق. لو كانت الاستراتيجيه بتاعتك بتعتمد على الرينك شارتس او الرينج او البوينت اند فيجر، فيجوال جي اف اكس مش هيشتغل معاك. الفيجوال جي اف اكس مش هيشتغل معايا. غير كده لو انت شغال بالتكس او البارز او الكاندلز، جي اف اكس معاك. هنا مفيش حاجه، كله يعني الاثنين يقدروا يعملوا كل اللوجيك. هنا الاوتبوتس الاثنين بيقدروا ينفذوا. بالنسبه لحته الريكوردينج هنقول دلوقتي مبدئيا هو مفيش طريقه صريحه، هي في طريقه ضمنيه كده بنعملها علشان نقدر نسجل الكلام ده، بس فيجوال جي اف اكس مش معموله علشان ان انت تسجل كي ليفلز او ارقام معينه، لما السعر يوصل لكذا سجل الفوليومز لما وهكذا. جي اف اكس فيجوال جي اف اكس مش هيساعدك في القصه. اما اذا كانت الاستراتيجيه بتاعتك كمان بترسم بقى triangles، بترسم lines، يعني بتغير في اليوزر انترفيس، فيجوال جي اف اكس بره اللعبه دي. فانت كده بس عرفت الليميتيشنز عشان تبقى فاهم. بس انت الاستراتيجيه بتاعتك لو شغال على حاجه من الثلاثه دول، رانك او رينج اند بوينت اند فيجر، احنا بره. او حتى كاجي تشارت انت بره القصه دي. طيب هعيد ترتيب بقى ايه الحاجات اللي احنا عملناها. احنا عملنا في الشمال كانت الانبوتس، كان في الاكونت معلومات، فاكرين قلنا تشيك الاكونت انفورميشن اهي واحد، ماركت هيستوري الاسعار والكلام ده خدت نفس الرقم هنا 2 حطيناها جوه انبوتس. طيب ادي الاوتبوتس عندي، كنا بنقول ان انا بحط ال ريكورد يعني انا ممكن اعمل حاجه عشان دي تبقى باينه في الخلفيه هنا. زي ما انتم شايفين 3، مين الاكزيكيوت الاوردر او البوزيشن التنفيذ ده، مين اللي بينفذ لك الكلام ده، البروكر بتاعك، فهنا سميناها بروكر. و4 سجل التاجر اللي انت بتسجل فيه الكي برايسز والكلام ده، ادينا له رقم 4. خد بالك ان في رقم 0، ورقم 0 ده هو اللوجن اهو هنا في الحته دي، اللوجن تو ماي تريدنج سيستم. من غير الزيرو مفيش ولا حاجه من الحاجات دي هتتحط فوق الكلام ده. اوكي، في النص بقى ما بين الانبوتس في استراتيجيه في دماغي بتحول لي الكلام ده لاوتبوتس. دول اتنين اوتبوتس متوقعين من الاستراتيجيه بتاعت حضرتك، ودول اتنين انبوتس انت محتاجهم علشان تقدر تشتغل وتاخد ديسيجن، تخلي التريدنج سيستم بتاعك ياخد الديسيجن. جي اف اكس زي ما انتم شايفين هنا في حاجه اسمها انترفيسز، حاجه برمجه انترفيس معين بيطبق حاجات معينه بحيث ان هو يحافظ، فيحافظ على يبقى في يعني ثانيه واحده علشان يبقى في ستاندرزيشن، مش كل واحد فينا يكتب ويعرف variables او متغيرات او يسمي functions بطريقه معينه. الانترفيس ده بيحافظ على توحيد
ان احنا كلنا مثلا لما نيجي نكونكت على السيستم نستخدم فانكشن اسمها كونكت، نديله فيها يوزر نيم، نديله فيها باسورد، نديله فيها اي توكن او اي كي عشان يدخلنا على السيستم، بدل ما كل واحد هيسميه، واحد يقول كونكت وواحد يسميه كول. فالانترفيسز بتعمل القصه دي. خدوا بالكم ان انا شلت الماركت هيستوري وبقى في انترفيس اسمه اي هيستوري موجود بيطبق القصه دي. الاكونت انفورميشن بقى هنسميها دلوقتي اي، واي فور انترفيس، اي اكونت، اي كونسل اللي هو اللوج، والانجن اللي بتعمل سبمشن او بتودي الاوردرز وبتجيبها هو البروكر اللي قبل كده. الاستراتيجيه بتاعتي اهي، شلنا الكلمه اللي كانت فوق كانت استراتيجي بقت اسمها اي استراتيجي، والسيستم هنا بقى اسمه اي كونتكست يعني السياق. اي حاجه، اي يعني الفيديو اللي انا بعمله لحضراتكم ده له سياق معين، التطبيق على استخدام فيجوال جي اف اكس معمول للبيجنرز في سياق ليه، حتى الفيديو اي حاجه في الدنيا ليها سياق. نفس الكلام هنا، الكونتكست ده هو السياق اللي انت بتتاجر فيه. كده احنا خلصنا ده. هنبدأ من الاول بقى كده ونشوف هنجو بقى ثرو الكلام ده. حابب بس اقول لحضراتكم على حاجة، انه هنا مثلا زي ما انتم شايفين ده هيوريك لوجن تو، ازاي دخولك على الفيجوال جي اف اكس مش معناته دخولك على السيستم. بس انا حابب اوري حضراتكم ان الفيديوز دي لو انت عملت رايت كليك وقلت اوبن لينك نيو تاب هيودي لك الصوره دي زي ما انتم شايفين. هي الصوره دي اصلا ما حدش يبص على البيانات اللي تحت. لوجن تو الفيجوال جي اف اكس اهو بيوري حضرتك ديمو ازاي انت بتخش تعمل لوجن سريعا كده. اديني كده انا وريتك ازاي انا عملت لوجن للفيجوال بقيت هنا. بص بقيت نهاد لوجد ان، خلاص نهاد بقى لوجد ان. على فكره دي انا لسه ما خدتش ما بقيتش جوه الكونتكست. عشان اخش جوه الكونتكست الفيديو ده هيورينا ازاي انا خلاص بقيت لوجد ان، عايز ارام بقى. فتحت هنا انا اوريدي هو لوجد ان هنا زي ما انت شايف. باخد حاجه بس كده عشان اقدر استورت الاستراتيجي بتاعتي. هيحط هي استراتيجي كده وهميه بس عشان اعمل رن. اوري لحضرتك ان الرن ده لما هتيجي تعمل رن محتاج الرن تايم، فالرن تايم ده محتاج ان انت تدخل بقى حسابك التجاري. بص انا هنا هعمل اهو ادي زرار الرن، عملت رننج للاستراتيجي، طلب مني ان انا اكونكت، نزلت فايل، الفايل ده اشتغل. لما الفايل اشتغل قال لي اديني الحساب الكونتكست السياق، اديني السياق اللي انا ارن بيه الكلام ده. فدخولك للفيجوال جي اف اكس هو مجرد بس عشان تقدر تسيف وتقدر تحفظ اي شغل انت بتعمله، لكن مش هتقدر ترن غير بالخطوه الثانيه ان انت بتنزل الران تايم زي ما انت شفت في الفيديو ده. نزل الران تايم وعندك رقم الحساب عشان تقدر يبقى عندك الكونتكست او السياق. بدون ده انت ما عندكش لسه اي حاجة عشان تقدر تبقى. اكمل ان شاء الله في الجزء الثاني.